السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي لغات جريد 6 في قناتكم لتسليل. عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة معادنا مع مادة الاي سي تي مراجعة المتميز لامتحانات شهر نوفمبر. هناخد الأول زي ما انتوا طلبتوا في امتحانات شهر أكتوبر ان احنا في الاول قبل ما نبدا بالاسئله نبدا بمراجعه المتميز او نعمل ريفيجن سريعه قبل ما نبدا بالاسئله. فيلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا بفكرتكم تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو لاصدقائكم، وكمان تعملوا سبسكرايب عندنا للقناه وتشاهدوا معانا امتحانات الاي سي تي والماس وكمان امتحانات الساينس والمهارات من مراجعات المتميز. ICT Primary 6 First Term عندنا Lesson 8 كان معانا في امتحانات شهر نوفمبر، بيتكلم عن الويب ديزاين أو إزاي أعمل ديزاين لويب بيج. أول حاجة لازم تعرف حاجة اسمها الهايبر تكست مارك أب لانجويج أو ال HTML، ودي اللغة المخصوصة أو اللانجويج المخصوصة لعمل البيجز. عندي لغات كتير بس المقرر عليك الهايبر تكست مارك اب لانجويج اللي دي عبارة عن ستاندر بروجرام لانجويج يوزد تو كرييت ويب بيج، بتستعمل لعمل الويب بيج او صفحات الانترنت. It describes the structure of a web page and consists of series of elements. هي بتشرح عن التركيب او بتعمل تعتبر الستركشرز الانشاء بتاع الصفحة، وبتتكون عندي من 4 parts. أول part الheading أو العنوان، الباراجراف واللينكس وكمان الايميجز. يبقى أي بيج أنت بتدخلها على الإنترنت دايما بيبقى متكونة من الheading العنوان والباراجراف الجزء اللي في النص واللينكس الروابط وكمان الايميجز الصور. الويب براوزر read ال HTML documents. البراوزر بقى زي جوجل زي مايكروسوفت ايدج بتقدر تقرا ال HTML documents and display the content according to the HTML tag. وبعد كده البراوزر بيعرض لك بقى ال HTML documents ده الاوامر بتاعت ال HTML، وكمان بيعرضها لك طبقا لل HTML tag. وعرفنا بقى واحنا بنشرح يعني ايه HTML tag. التاجز بقى عندي تتكون من 3 main parts، 3 أجزاء رئيسية اللي هي an opening tag. لو أنا فاتح التاج ده tag opening، وعندي ال content المحتوى، وعندي ال closing tag. يعني إيه؟ علشان أنا أكتب order أو أكتب أمر أنا بكتبه على 3 حاجات. ال opening tag في الأول بكتب الأمر أو ال order جوه التاج، بعد كده بكتب الكونتنت، وبعد كده بنهيه بالكلوزنج تاج. كل تاج ليه اوردر او ليه امر بينفذه. مثلا لو انا عايز اكتب اكبر خط بقى لارج هيتنج، اكبر خط عندي في العنوان، فالتاج المخصص ليه H1، بكتب بقى اللارج هيتنج هنا في الكونتنت او المحتوى. عايز اكتب ICT هي اكبر حاجة عندي في العنوان، فبكتب H1 tag H1 ICT، ولازم السلاش دي الأول وبعد كده التاج H1 subheading. طبعا الشرح هيبقى شرح سريع لأن احنا كله ده شرحناه على القناة، وكمان الجزء ده احنا نزلنا له فيديو عملي. subheading عندي أو العنوان الفرعي ده بيبقى أقل عنه في السايز أو في الفونت، فبيبقى H2. أصغر حاجة عندي السمولر هيدنج دايما بيبقى H6، ده الـ smallest subheading. الباراجراف أو إزاي أكتب content أو أكتب محتوى بقى أو باراجراف، دايما التاج عندي بيبقى B و slash B. font size لو أنا عايز أغير السايز بتاعي فبيبقى التاج font size equal 1 لو هو الـ smallest size، font size equal 7 لو أنا عايز أكتب large size. لو أنا عايز font color فبيبقى أغير الفونت أو اللون عن طريق الريد. هايبر لينك ودي مهمة جدا، بتستعمل التاج A H R E F equal A
HTHREF equal، وتكتب اللينك اللي انت عايزه زي مثلا لينك الاي كي بي او لينك الايجيبشن نولج بانك. والعباره دي بتتكتب بقى لو انت بيقول لك فيزيت ذا ايجيبشن نولج بانك، بس بقى تضغط على اللينك يوديك بقى على البيج بتاعته. اوكي، الامفيزز تكست او الايتاليك انه يعمل الخط عندك مائل بالطريقه دي اسمه ايتاليك تكست، وبستخدم له تاك ار. بولد تكست او حاجه زي الخط ده اللي قدامك حاجه تخينه كده بولد، فبيبقى سترونج. والتاج بتاع الايمج عندي تاج ايمج اس سي ار ايكوال، وبكتب اسم الصوره بتاعتي. تمام، طب تعال بقى ندخل بقى في الويب سايت ديزاين ال HTML elements break up with page to make them easier to scan read and navigate. بيقول لي ان ال HTML بيتقسم عندك الويب بيج لاكتر من جزء علشان تبقى سهله في القرايه والتصفح. ال HTML code can also help people with low vision، ممكن تساعد الناس اللي عندها عدم قدره او عندها ضعف في النظر to distinguish، انها تميز ما بين parts of web page. لو انا مش عندي ال HTML كان عندي الناس اللي عندهم ضعف في النظر ال readers بتاعهم او القارئ بتاعهم هيقرا لهم الصفحة او البيج كلها على بعضها، مش هيعرف فين ال heading، مش هيعرف فين ال content او فين ال paragraph وهكذا. A large headings اكبر عنوان عندي at the top دايما بيبقى في اعلى البيج، ودايما catch attentions او لازم يجذب الانتباه. sub headings او العنوان الفرعي makes the text easy to scan، ده بيبقى سهل انك انت تقسم الحاجات او التكست عندك لاجزاء، وبيبقى بيسهل عندي القرايه so a reader can find the information they want. text breaking up into paragraph، التكست بيقسم لباراجرافات، ده بيخليه اسهل في القرايه. image also attract attention، بتجذب عندي الانتباه، and can trigger different emotion، وكمان ممكن توجع عندي بكذا emotion and image and alt text tags. تمام، listen number 2 بقى، لانه listen 1 كان عندي للقراءة فقط، ف listen number 2 داخل معنا في امتحانات شهر نوفمبر how to deal with electronics games، ازاي بقى تتعامل مع الالعاب الالكترونية. ال electronics games زي فايرفوكس سوري زي فري فاير وزي روبلوكس وزي الالعاب اللي انتوا بتلعبوها الالكترونكس جيمز دي، اللي هافينج ا لوت فان، صحيح هي انت بتديك متعه وانت بتلعب وبتتسلى مع اصدقائك، كمان بتعمل لك بروموتنج كريتيكلز اند كرييتيف ثينكينج، بتنمي عندك الذكاء. سوري لان انا معترضه على الجزء ده بجد، الناس اللي بتلعب العاب كتيره الكترونكس جيمز بتبقى عندها تشتت ومش بتقدر، عندها قله في التركيز. Number 3 encourage teamwork، صح هي بتشجع عندك العمل كفريق. Electronics games disadvantages، العيوب بقى بتاعتها، دي المميزات دي العيوب. قال لي اول عيب الphysical dangers او الحاجات الفيزيائية، تاني حاجة psychological او الحاجة النفسية، والsecurity dangers. اول حاجة الphysical dangers ودي بتكلم فيها عن نفسي، playing too often can affect your sleep cycle، هيأثر على دورة النوم بتاعتك. keep you stimulated and prevent from falling asleep، دايما بيخليك منزعج وبيمنعك من النوم. it can cause eye strain، ممكن يسبب عندك اجهاد للعين وهدك وصداع. it can cause back problems because you stay hunched over while playing، ممكن يسبب لك مشكلة في الجلوس. also dangers of gaining weight، ممكن تحصل على وزن زيادة أو تزيد في الوزن بسبب إنك أنت قاعد على طول ودايما بتاكل. الجزء الثاني بقى اللي هو psychological dangers أو الحالة النفسية، اللي you may become anxious أو إنك أنت تبقى بقى منعزل and depressed because you feel lonely، أنت دايما شاعر إنك أنت وحيد in real world، ما عندكش أصدقاء حقيقيين، كل أصدقائك على الإنترنت. or you are being bullied online. electronics games make some people aggressive، ناس يعني aggressive
عدوانيين، زعلانين دايما. الصمت جيم بروموت فيولنس، وعندي العاب بتدعو الى العنف او بتشجع على العنف. It can prevent some player from thinking rationally، بيخلي الانسان يفكر بعدم عقلانيه لانه دايما محطوط تحت ضغط. When facing situations it can negatively affect your relationship with family and friends، بيأثر على علاقتك بأهلك وعلاقتك بأصحابك، لأنك دايما بتبقى غارق على نفسك في اللعبة وفي الجيمز اللي انت مشدود ليها. كمان الحاجات من الديس ادفانسز السكيورتي او دينجرز او التعرض للاحتيال. مالتي بلايرز جيمز كان بوت يور سكيورتي ات ريسك، انك تبقى موجود في خطر. if you share too much personal information، لو انت شيرت كتير من المعلومات الشخصية بتاعتك. strangers الغرباء، الغرباء بقى او الناس اللي انت ما تعرفهمش may be able to access your name، ممكن يوصلوا لاسمك، ايميلك، فونك and الادرس بتاعك. large gaming communities، كتير من الجيمينج او الالعاب او مجتمع الكوميونتي بتاع الالعاب are filled with cyber build، يعني ممتلئ بالناس اللي هي ايه السايبرنيينز او اللي هم محتلين. الهاكرز can cause your information to be leaked and viruses are easily spread، ممكن عايزين يحتلوك او يسرقوك او كمان يحطوا على الكمبيوتر بتاعك ايه viruses. responsible games او gaming او اللعب بقى باحكام شوية او بعقلانية. you can limit dangers you are exposed، انت ممكن تقلل الخطر اللي انت ممكن تتعرض له. only playing games and chatting with people you know and trust، العب مع الناس اللي انت تعرفهم. not using personal information in your username and password، ما تعملش الباسورد بتاعك باسمك. not using a webcam، ما تستعملش الكاميرا بتاعتك. accept limits that your parents see to prevent unhealthy gaming habits، اقبل الحدود او الليميتس اللي بابا وماما بيحطوها لك. don't replace real life، ما تستبدلش بقى الحياة الحقيقية والنشاطات وانك انت تقضي وقت مع العائلة بتاعتك بالوعاد انك انت بتلعب. when you do encounter dangers، لو انت تعرضت لخطر، tell your parents and your teachers. question 3 sorry lesson 3 protecting yourself from digital theft، يبقى ده تالت lessons معايا او number 3، هو برضو number 3. ازاي بقى تحمي نفسك من الديجيتال سيفت او من السرقات الالكترونية. it is irresponsible، من غير المعقول، to leave your device at risk، من غير المسؤول انك انت تسيب جهازك انه يكون معرض للخطر. by not taking proper safety precaution، لازم تبقى دايما بامان ودايما واخد بالك من الحاجات اللي ممكن تسرقك. different way to protect your devices from theft، عندي طرق كتير ان انا ممكن احمي بيها جهازي. اول حاجة الباسورد، passwords are the most secure with at least 8 characters، لازم تكون على الاقل 8 characters، والcharacters دي لازم تكون يا اما letters ونumbers وsymbol ال 3 مع بعض. number 2 المالتي-factor authentication او ال MFA، وده ان الموقع او السايت او الجهاز يتعرف عليك عن طريق حاجتين وليس الباسورد بس. MFA او المالتي-factor authentication require at least two way، تعرف عليك بطريقتين of identifying yourself، من خلال مثلا الباسوردز، البن، السكيورتي كود، البيرسونال كويستشنز، دي كلها طرق ممكن يتعرف عليك من خلال ال MFA. number 3 الفينجر برينتس اوثنتيكيشن، او انك انت تستعمل تفتح الموبايل بتاعك عن طريق بصمه الاصبع. this is type of authentication will scan your finger as a way of conferring it's you. number 4 اللي هي خاصه بالوجه، والخاصه بالوجه ده عباره عن سوفت وير will scan your face using your device camera، بيستخدم الكاميرا بتاعتك علشان يتعرف على وجهك. number 5 full encryption، وده التشفير الكامل، والencryption ده protect your information so only you can access it on your device، انت اللي تقدر او بيحمي جهازك وبيبقى انت الوحيد اللي بتقدر تدخل على الجهاز بتاعك.
company in particular need to protect their website and their customer information. الشركات بقى مثلا زي شركة فودافون وشركة موبينيل أو أورنج هم اللي لازم يحموا بقى العملاء أو الكاستمرز اللي عندهم. Egypt has introduced the data protection law to protect citizens. مصر بقى قدمت القوانين أو حطت القوانين علشان تحمي معلومات مواطنيها. The data protection law require companies to use strict security standards to protect their data. ال data protection أو حماية أو قوانين حماية المعلومات بتتطلب من الشركات إن هي تحط strict security أو أوامر أمان كتير جدا علشان تحمي الداتا بتاعتها. They must report immediately if they have been victims. هم لازم انت يبلغوك في الحال لما انت تبقى ضحية لسرقة للداتا. And let their customers know immediately. لازم الشركات تبلغ الناس اللي وقعت كضحية أو سرقة للمعلومات. It's important for individuals to report data theft. ومن برضو من المفروض ان الأشخاص اللي يتعرضوا أو احتيال للبيانات بتاعتهم انهم يبلغوا عنها. If you think your data has been compromised, tell parent or trusted adult. لو انت يعني شكيت انك انت تعرضت لسرقة لازم تبلغ والديك أو أي أحد يكون عندك كبير. They can let the proper authorities know. هما يعرفوا هما يتصرفوا إزاي. Tell family and friends you communicate with online. لو أنت بقى اتعرضت لي data theft بلغ الفريندز بتوعك والناس اللي أنت تتواصل معاهم عن طريق الإنترنت. نبدأ بقى في الكويستشنز بتاعتنا. Questions number one, choose. Number one, HTML tag consists of an opening tag, closing tag, and the content. بيتكون بقى من three parts, the opening, the closing, the content. Number two, not is the way only the user's face can be used to open their devices. الطريقة اللي بتستخدم فيها وجهك, facial recognition software. Number three, the HTML tag H2 refer to ده بيشيل largest heading ولا sub heading؟ طبعا sub heading. طب ليه مش smaller and smaller H6؟ Number 4 Egypt introduced not law to protect the citizens data. Egypt عملت data protection, data encryption ولا data recognition؟ طبعا data protection. Number 5 to make the text bold علشان تعمل او تجعل التكست عندك bold يكون تخين كده. In HTML you can use strong. Number 6 not is a type of authentication which will scan your thumb صباعك طبعا fingerprint authentication. Number 7 HTML tag have not main parts, three parts, قلنا الopen والopen tag والclosing وكمان الcontent. Number 8, multi-factors authentication is abbreviation of, اختصار لإيه بقى؟ multi-factor authentication. Multi-factor authentication. Number 9 the HTML tag H6 قلنا للحاجة اللي small smallest subheading. Number 10 some games promote violence بعض الألعاب بتشجع على العنف so this can make some people aggressive. Number 11 electronic games can help promote الإلكترونيك game بتشجع على أو بتعزز عندك critical thinking والcreative thinking الاثنين مع بعض التفكير النقدي والتفكير البناء. Number 12 electronics games can be a lot fun ممكن تديك متعة رفاهية but there can be problems playing these games like عندي مشكلة بقى معاها زي السايبر بولينج أو الكريتيكال سينكينج أو الهافينج فان طبعا السايبر بولينج أو الاحتيال عن طريق الانترنت. Number 13 one of psychological dangers of electronic games
واحد من الحاجات السيكولوجية أو النفسية في الإلكترونيك جيمز هو إيه بقى؟ إنك تشعر إنك تكون وحيد، feeling lonely. Number 14, one of the physical dangers، حاجات فيزيائية بقى جوا جسمنا. Dangers of electronic games is straining your eyes أو إن عينيك توجعك. Number 15, there are several disadvantages، disadvantages عيوب للإلكترونيك games like security dangers and physical dangers of psychological dangers، يبقى الاتنين مع بعض. Number 16, one of the psychological dangers of electronic game hackers attacks eye strain ولا being depressed، طبعا psychological يبقى being depressed. Number 17, the abbreviation of hyper text link markup language، hyper text markup language HTML. HTML. Number 18, playing online games too much، انك تلعب كتير cause eye strain، بيسبب عندي اجهاد او تعب للعين. Number 19, HTML أو Hypertext Markup Language describe the structure of web page and consists of a series of elements such as عندي ال heading, ال paragraph and image and links، يبقى الاثنين مع بعض. Number 20, strong password contain at least على الأقل 8 characters. Number 21, one of the following tag is true، واحد منهم بيكون صحيح. تعالى نبدأ، ده غلط ليه؟ لأنه هنا بادئ السلاش الأول. ده غلط لأن عندك هنا A وهنا B مختلفين. ده صح لأن هنا H1 والسلاش الأول وهنا H1، يبقى ده it's correct. Number 22، نقط will scan your face، face يبقى share recognition. Number 23، the نقط tag is used to create largest heading، largest heading قلنا H1. Number 24, if you think your data has been compressed you should tell، انت لازم تخبر والديك. Number 25, from advantages، من المميزات للإلكترونيكس games encouraging، بتشجع عندي السايبر بيرنز التيم وورك، العمل الجماعي. Number 26, recognition scan your face using your device camera، استعمل الكاميرا علشان تعمل لك سكان لوجهك. Number 27, can cause your information to be leaked and viruses، اللي بيعمل عندك كده السايبر بيلز او الاحتيال الامني، الاحتيال يعني عن طريق الهاكرز. Number 28, نقط require at least two way، طبعا ال MFA أو المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. Number 29, when creating a password you should use random، انت لازم تستعمل حاجة عشوائية من symbol و number ولا letter ولا الاثنين، طبعا لازم يكون الثلاثة مع بعض letter و number و symbol، يبقى A and B. Number 30, from the way of نقط bins passwords وpersonal questions، طبعا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. Number 31, large gaming communities are filled with hackers، طب ما عنديش هاكرز يبقى السايبر بيلز. Number 32, نقط read HTML، مين اللي بيقرا ال HTML ويعرضه لك؟ البراوزر، ويب براوزرز. Number 33, the functions I و slash I tag is بتعمل لك اتلست اتكست أو بتجعل عندك التكست مائل. Number 35, the HTML tag B ده خاص بالباراجراف، refer to create a paragraph. Number 35, نقط is the standard programming language، standard programming language انت ما أخدتش غيرها ال HTML وليس البايثون وليس الاوبريتنج سيستم. Number 36, adding نقط to the web page attract attentions and triggers different emotions، طبعا ال images. Number 37, electronics games can strain your، الألعاب ممكن تعمل strain على your eyes، عينيك وتسبب لك ال headache. Number 38, hackers can cause your information
to be leaked, leaked تتسرب أو تروح لهم. Number 39 نقط is a security method طريقة that protect your information and only you, only you أنت الوحيد اللي تقدر تعمل access عن طريق الباسورد طبعا ال full disk encryption. Number 40 companies must tell their نقط immediately if they have been victims. الشركات لازم تخبر الكاستومرز العملاء أو الناس اللي عندها إنهم تعرضوا لداتا سيفت. Number 41 large heading are placed at the top دايما بيبقى من فوق. Number 42 the HREF أو HREF attribute is used with a tag to create an link hyperlink. Number 43 playing electronic games too much can affect your sleep cycles حياتك أو نومك. Number 45 hackers can steal your information and نقط can easily spread ويعملوا عندك viruses على جهازك. 45 MFA أو Multi-Factor Authentication require at least على الأقل two-way طريقتين علشان يتعرف identifying yourself. Questions 2 put true or false. Number 1 tag I و slash I refer to change text to italic طبعا it's right بيخلي الخط مائل. Number 2 data protections is important for individuals only. هل حماية البيانات مهمة بس للأفراد؟ طبعاً it's wrong للindividuals للأفراد وكمان للcompanies الشركات. Number 3 we use the tag A slash A to create hyperlink. طبعاً it's right. Number 4 it is not important ليس من المهم for companies to protect their data. طبعاً it's wrong. Number 5 the tag H1 refer to subheading طبعا it's wrong ده الهيدنج الأساسي عندي وليس subheading الفرعي. Number 6 Egypt established the data protection law to protect its citizens أيوة مصر عملت قانون لحماية البيانات مواطنيها. Number 7 HTML elements break up web pages to make them easier to scan, read and navigate. ال HTML بتقسم عندي ال web page طبعا it's right. Number 8 fingerprint authentication is a type of authentication will scan your fingers. طبعا it's right. Number 9 electronic games can relax your eyes and cause headaches. طبعا it's wrong. Relax ده بتبقى strain انت بتبقى مجهد. Number 10 recognition face will scan your face using your device camera طبعا it's right. Number 11 some electronics games promotes violence بعض الالعاب الالكترونيه بتشجع العنف ايوه. Number 12 there are no dangers while playing electronics games ما عندكش اي اخطار وانت بتلعب طبعا غلط انا عندي 3 types of dangers. Number 13 you may become anxious anxious and depressed because you are being pulled online طبعا it's right. Number 14 feeling lonely انك انت تشعر بالوحده from physical dangers من الفيزيكالز طبعا it's wrong ده من السايكولوجيكال. Number 15 playing too often can help your sleep cycle طبعا لا مش بيساعدك على النوم. Number 16 use webcam to limit the dangers لا طبعا ما استخدمش الويب كام اصلا. Number 17 never accept limits that your parents set to prevent ما تقبلش الحدود اللي بابا وماما عملوها لك لا طبعا لازم اقبلها. Number 18 multi-factor authentication MFA require one way لا two way طريقتين للتعرف على الشخص. Number 19 there are several disadvantages عندي عديد من العيوب of electronic games like security dangers ايوه. Number MFA number 20 MFA multi-factor authentication it's right. Number 21 subheading المعلومات الفرعية font size is larger than the heading هل subheading font size is larger
زان هيدنج طبعا غلط، الهيدنج ده أكبر خط. Number 22 company must report immediately if they have been victims of data theft. الشركات لازم تبلغك في الحال إنك تعرضت لخطر الداتا ثيفت، طبعا it's right. Number 23 to change the text to bold we use strong slash strong tags. أيوة. Number 24 MFA can confirm your identity through pins and personal questions. أيوة، من الوسائل اللي بستعملها في ال MFA. Number 25 adding subheading to web page makes the text easy to scan so readers can find the information. أيوة. Number 26 Full encryption protects التشفير الكامل، بيحمي your information so everyone can access it on their device. طبعا لأ، all you، انت بس اللي تقدر تدخل على جهازك. Number 27 web browser have difficulties reading HTML. لا، بيقراه بسهولة. Number 28 B is used to change text to bold. طبعا لأ، البولد strong والتاج ده تبع الباراجراف. Number 29 the building blocks of web pages include only headings and paragraph. طبعا لا، وعندي image وعندي links. Number 30 gaining weight، انك انت تكتسب وزن او تزيد في الوزن، is one of electronics games dangers. ايوه، من المخاطر اللي ممكن تحصل لي. Number 31 electronics games can be fun but they impact health. بس هو بيؤثر على الصحة. It's right. 32 you can protect your device from the theft by setting a weak password. انت تقدر تحمي جهازك عن طريق انك انت تعمل باسورد ضعيف، طبعا it's wrong. Number 33 a strong password must contain 3 characters. طبعا لا، 8. Number 34 if you think your data has been compressed you shouldn't tell a parent. طبعا لا، you should، انت لازم تخبر البيرنتس. 35 fingerprint authentication is a way only user's face. لا طبعا، the user fingers. Number 36 HTML tag H6 refer to large heading. طبعا لا، small heading. 37 HTML code can help people with low vision to distinguish between parts of web page. ايوه، بيساعد الناس اللي عندهم ضعف في النظر. Number 38 you should play a lot of electronics game to fall asleep quickly. علشان تنام بسرعة؟ لا طبعا. 39 electronics games can stretch your back. ممكن يعني تخلي ظهرك مشدود. لا طبعا، ده انا الباك بتاعي او ظهري بيوجعني لما اقعد كتير. Number 40 electronics games may keep you stimulated and prevent you from falling asleep. ايوه. Number 41 multiplayer games can put your security at risk. ممكن يجعلك في خطر. ايوه. Number 42 it's irresponsible من غير المسؤول to leave your device at risk. ايوه، المفروض ان انا ابقى responsible واضع عليه authentication passwords. Number 43 HTML tags consist of two main parts. No, three parts. 44 آخر سؤال عندنا a paragraph usual has more than one sentence. عندي أكتر من جملة. It's right. الحمد لله كده خلصنا بقى إيه؟ خلصنا عندنا أسئلة أو إجابات أسئلة مذكرة المتميز لمادة الـ ICT. كده انا عملت معاكم جريد 6 اي سي تي وكمان المهارات وكمان عندكم مذكره الماس، ناقص بس المتميز ينزل مذكره الساينس، وباذن الله هتلاقوها موجوده على القناه. يا ريت تعملوا لايك وتعملوا شير للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناه، واوعوا تنسوا تدعوا لي. مع السلامه.